اول حاجة تلت كوباية من السكر، كوباية من الحليب الدافي، تلت كوباية من الزبدة السايحة، معلقة كبيرة من الزبادي، حباية بيض بدرجة حرارة المطبخ. هخلط كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة مليانة محترمة كده، انا زودت بس شوية. هخلط بقى كويس جدا. دلوقتي هضيف 3 كوبايات من الدقيق طبعا منخول، وعليهم رشة من الملح. هعجن بقى المكونات بتاعتي كلها مع بعض شوية حلوين كده لحد ما العجينة تكون ناعمة معايا. مدة العجن ما تقلش عن 7 دقايق، وكده العجينة بتاعتي بقت جاهزة معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. خلاص هسيبها بقى في مكان دافي تتخمر براحتها. دلوقتي بقى رشة كده من الدقيق علشان انزل بالعجينة بتاعتي بعد ما اتخمرت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. دلوقتي هفرد بقى العجينة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بطول المفرش بتاعي وبنفس العرض بنفس المساحة بالظبط. دلوقتي فردت العجينة، هساوي بس الاطراف عشان العجينة بتاعتي تكون متساوية، الطرف اليمين والطرف الشمال. اخر حاجة هساوي الطرف اللي تحت. يبقى انا كده سويت العجينة بتاعتي كلها بالشكل ده كده. دلوقتي هقطع السينابون بتاعتي ولكن بالمقاس، هقطع على 5 بالشكل ده كده، بعلم بس بالمسطرة علشان تسهل علي التقطيع. دلوقتي بقى هدهن العجينة بتاعتي بزبدة بدرجة حرارة المطبخ، هدهن الرول كله كويس جدا. دلوقتي خلاص دهنت الزبدة كويس جدا، هنعمل بقى الحشوة. الحشوة عبارة عن 2 كبار من السكر البني او الابيض عادي اللي موجود عندنا، معلقة كبيرة من القرفة، 2 معلقة من الكاكاو، 2 معلقة صغيرة من النشا. هخلط بقى كويس جدا كل المكونات دي مع بعض. دلوقتي هنرش بقى الحشوة دي كويس جدا على الزبدة كده. بعد ما رشيت المواد الجافة بتاعتي اللي هي السكر والقرفة والكاكاو بطول المسطرة، هقطع بقى السينابون بتاعي علشان يطلع متساوي على قد ما اقدر. بالشكل ده كده على نفس الخط اللي انا قطعته، هظبط المسطرة بتاعتي واكمل القطع. دلوقتي بقى هرول العجينة بتاعتي بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. عايزين نقسم الواحدة 2 مفيش مشكلة، ولكن كل ما تكون العجينة كتيرة كل ما بتكون حلوة جدا. شايفين بقى الشكل التحفة ده. وهنكمل بقى كل الرولات بطريقة سهلة جدا. لو حابين طبعا تلفوها كلها رول واحد وفي الاخر تقطعوها مفيش مشكلة، ولكن انا شايفة ان الطريقة دي اسهل بكتير، وكمان بتدي السينابون بتاعي الشكل المظبوط اللي احنا شايفينه ده كده. وكده السينابون بعد ما عملته الرولات زي ما احنا شايفين بالشكل الجميل ده كده، هسيبه بقى يتخمر مرة تانية. وبكده السينابون بتاعنا بعد ما اتخمر معانا هحطه في الفرن درجة حرارة 200. بعد ما السينابون طلع معانا من الفرن اخد تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. عندي هنا الجبنة الكريمية بتاعتي او التوبنج، عبارة عن ايه؟ عن جبنة كريمي 6 قطع او 3 معالق كبار من الجبنة الكوبايات او 6 قطع من المثلثات او المربعات، عليهم 1/4 كوباية من الحليب المكثف المحلى،
وربع كوباية من الكريم شانتيه، وهنخفق بقى وطبعا مية علشان الكريمة، وهنخفق كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما تبقى جاهزة معايا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. شوية بقى كده من صوص الكراميل بالشكل بس مش اكتر. نشوف بقى السينابون بتاعنا قد ايه هش جدا وخفيف جدا، تحفة. شايفين بقى العجينة قد ايه هشة وقطنية وتحفة جدا. شايفين الطبقات خطيرة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جربوا الوصفة وتعجبوا يا ريت يكتب لي رأيه في كومنت، والأول مرة أشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.